السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات. نرحب بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد نتحدث فيه اليوم عن كيف نتعلم أن نركز بطريقة نتغلب بها على العقبات الشخصية، وذلك الذي من خلال القصة التالية. سوف نتعلم اليوم كيف نركز بطريقة نتغلب بها على العقبات الشخصية من خلال القصة التي سنذكرها اليوم. فهل أنتم مستعدون؟ سوف نبدأ الحلقة. عن تجربة من واقع الحياة في عالم الأعمال، وصفت إحدى زميلاتي كيف أنها عندما أسست شركتها منذ أكثر من 10 سنوات، كانت تقضي الكثير من الوقت في إجراء مكالمات في محاولة لإقناع الناس بشراء منتجاتها. كانت عادة مع كل منتج جديد تستطيع أن تترجم عددا قليلا من هذه المكالمات إلى لقاءات، لكنها عندما تتشاور مع عميل محتمل كانت تستطيع أن تقنعه بالشراء. هذه هي الطريقة التي يبدأ بها معظم الأشخاص مشروعاتهم. تمكنت زميلتي من القيام بهذا، وركزت جهودها على تحويل كل لقاء إلى صفقة بيع مربحة. كان على زميلتي أن تتلقى الرفض في مكالمات عديدة لتتمكن من إجراء لقاء مثمر واحد. كانت تتفهم هذا بوضوح، لكنها اندهشت في يوم ما عندما قال لها أحد معارفها بتعاطف شديد: أنا لا أعرف كيف تتحملين الرفض. استغربت زميلتي وأجابت: أي رفض؟ إنهم لا يعرفون من أنا، فكيف إذن يرفضونني؟ هم يقولون لا لمنتجي، وبالتالي ما أفعله هو أن أنصت إليهم وأبحث عن أسباب عدم ملائمة منتجي لهم، ثم أعمل على إعادة تصميم ما أقدمه كي يبلي احتياجاتهم. إن رفضهم لمنتجي هو في الواقع طريقة تساعدني على أن أصبح أكثر نجاحا، لأنني أتعلم الكثير وأصبح أكثر إبداعا فيما أقوم به. ذلك هو الشغف وليس العاطفة. فمن خلال عدم أخذ الرفض على محمل شخصي، نستطيع أن نربط الرفض الذي نواجهه بمشروعنا وليس بغرورنا. إذا وجدت أنك تركز على نفسك في أي موقف، فتذكر أن تفصل غرورك عن الموضوع، وأن تعيد تركيزك إلى الهدف الذي تحاول تحقيقه والطريق التي ستصل من خلاله. لا تفكر في أشياء مثل هل سأقدر على، بل فكر في شيء واضح لك وهدف. لا تقل كيف يمكنني القيام بكذا وكذا وكذا وكيف سأقدر على كذا، ولكن فكر دائما في كيف يمكنني أن أقوم بهذا بشكل واضح، وافصل غرورك عن تركيزك وشغفك وحبك لعملك. انتهت حلقة اليوم، أتمنى أن تكون نالت إعجابكم، وانتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا إن شاء الله تعالى. كان معكم المهندس أشرف أسامة من قناته على اليوتيوب، وإلى اللقاء.